جمعية هوب أولى المشاريع التطوعية اللي بتهتم برعاية الكلاب الضالة في مصر بدعم عدد كبير من المتطوعين. بتضم الجمعية حوالي 250 كلب تم إنقاذهم ورعايتهم بعد تعرضهم لأساليب عنيفة في الشارع للتخلص منهم. بتقدم الجمعية للكلاب الرعاية البيطرية الكاملة سواء علاجهم طبياً أو التغذية اللازمة ليهم على حسب طبيعة ونوع كل كلب. وزي ما كلنا عارفين إن في جمعيات بتهتم برعاية المشردين، هدف جمعية هوب الاهتمام بكلاب الشوارع، فالرحمة لا تتجزأ.